القطرة في العين، في الأنف، في الأذن، الراجح أنها لا تفطر، الراجح أنها لا تفطر. ومن أهل العلم من قال بأن القطرة في الأنف قد يكون لها حكم مختلف قياسا على حديث لقيط بن صبرة وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، ما فيش قطرة تحط في البق إنما في الأنف أو العين أو الأذن. فقال بأنه يفضل ألا يستخدم الصائم قطرة الأنف في نهار رمضان، وإن اضطر لاستخدام قطرة الأنف فلا إثم عليه إن شاء الله ولا حرج وصيامه صحيح. وهذا ما رجحه بعض المحققين من أئمتنا وعلمائنا على اعتبار أن القطرة ليست طعاما ولا شرابا، وليست في معنى الطعام والشراب كالإبر المغذية مثلا، ليست طعاما ولا شرابا، وليست في معنى الطعام والشراب.